السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم شيوات حبايب كنت كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير عواشركم بركه البنات وخجت شويه مطلع المهم البنات غادي نشارك معكم اليوم واحد البغرير اللي هو اكثر اكتر من رأي راه غادي تشوفوا معايا في الصور وحتى في الفيديو كتشوفوا النتيجه كيفاش دايره واحد البغرير بحال الشهدة صراحه كيجي بغرير رائع رائع بزاف البنات اكيد غادي يصدق معاكم يعني واخا ما يكونش عمره صدق معاكم هذه التجربه هذه اللي غادي ديروا اكيد غادي تشكروني عليها في واحد البغرير كيجي رائع رائع بزاف البنات كنتمنى انكم تجربوه وما تبخلوش عليا بالاعجاب للفيديو واشتراك في القناه الا كنتو اول مره تشاهدوا قناه شي واد الغاوي ما تترددوش انكم تشتركوا فيها فاكيد الوصفات ناجحه ومضمونه مئة في المئة فقط تابع معي الفيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير لتحضير هذه هاد الوصفه هذه اذا غادي نحتاج لهذه الوصفه هذه عندي هنايا كاسونس ديال الماء العبار بنفس الكاس عندي الخميره على حسب الجو زائد الملح حتى هو على حسب الذوق وغادي نحتاج نصف كاس ديال النشا ديال الذره مع جوج كيسان ديال السميده الرقيقة الخاصه بالحلويات وغادي نحتاج ساشي ديال الخميره 8 غرام مع الكاس ديال المشروب الغازي بالنسبه لهذا المشروب هذا فهو شوي بستونيك يعني ما عندوش آآ يعني آآ بدون نكهه هنايا وضعت الكاسونس ديال الماء في الخلاط الكهربائي كنضيف عليه جوج كيسان ديال السميده غادي نضيف نشا الذره بالنسبه لهاد القياس ديال النشا فهو معلقه كبيره عامره مزيان ديال النشا وكنضيف الملح والخميره بالنسبه للخميره قياس معلقه صغيره صافي غادي نزيد نصف كاس ديال المشروب هو غادي نحتاج كأس يعني عامر ديال المشروب الغازي لكن غادي نوضع نصف كاس حتى نتاكد يعني باش ما ديرهاش في مره لان السميده كاينه اللي كتشرب وكاينه اللي ما كتشربش السوائل هنايا غادي نوضع نصف كاس ثاني غادي نوضعو نبقى نضيفه شويه بشويه حتى تحصل على القوام ديال البغرير او القوام ديال الخليط صافي هنا غادي مزيان صافي غادي نضيف الكاس نصف الكاس الثاني يعني بالمجموع يعني استعملت كاس ديال المشروب الغازي مع كاس ونص ديال الماء يعني جوج كيسان ونص ديال السوائل وضفت الخميره ديال الحلويات غادي نخلط مزيان مزيان يعني تقريبا واحد جوج ديال الدقائق صافي هنا بعد ما خلطت الخليط ديالي آه على هذا القوام هذا يعني القوام العادي ديال البغرير وبالنسبه لهذا المشروب هذا فهو اللي كيساعدو ان الخميره كتفاعل والبغرير كيجينا كله متقب يعني وكتنجح معانا الوصفه من اول تجربه بالنسبه للبنات اللي كيلقاو صعوبه باش ينجح لهم البغرير فهاد الوصفه هذه اكيد غادي تنجح معكم فقط تابعوا المقادير كيف ما هي هنايا وضعت الخليط ديال البغرير غادي نوضعو تقريبا عشرة ديال الدقايق نخليه يرتاح شوية وصافي غادي ندوز باش أنني نطيبو بطريقة عادية كيف ما كنطيبو البغرير آه كنوضع المقلة ديالي حتى كتسخن شوية وكنوضع الخليط ديال البغرير كيف كتشوفو معايا يعني آه البغريرة من من الأول يعني جات كلها متقبة آه ما شاء الله كتجي رائعة ها هي البغريره ديالي راها ناجحه مليون في المئة آه غادي نستمر حتى كنطيب جميع الكميه اللي عندي وبالنسبه لهذا المشروب هذا يعني ما كيبانش لينا في البغرير ملي كيطيب ما كتبقاش يعني ما فيه لا نكهه لا حتى حاجه يعني بحال ما استعملته بحال يعني درتو غير الماء فقط هو كيساعد باش ان البغرير يجيكم ناجح يعني ويجيكم تقل صراحه كتجي الوصفه يعني رائعه اكثر من رائعه يعني غادي تجربوها غادي تعرفوا اشنو كنقول لكم صافي غادي نستمر حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي ونتلقى باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البغرير وكنتمنى الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتشتركوا في القناه وتديروا في الجرس باش توصلوا بكل جديد و الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا هذا هو مغرير ديالي بعد ما طاب جا على هذا الشكل هذا كيجي خفيف و كيجي مخرج كيف كتشوفوا معايا يعني واضح يعني كل بغرير تبارك الله جرائي جدا وهنايا دهنتو بشويه ديال الزبده ذوبتها مع شويه ديال العسل أه لكم الاختيار ممكن تقدموه مع الزيت البلديه او اي حاجه بغيتوها أه صراحه كيجي رائع بزاف مع الزبده والعسل مع براد ديال اتاي آه. كنتمنى أن يكون عجبتكم الوصفه آه. ولا عجبتكم ما تنساوش جيم في القناه وتديروا الجرس آه. باش دائما توصلوا بالجديد وشكرا على المتابعه والى وصفه اخرى ان شاء الله